جاسم ذياب هو لاعب كرة يد كويتي لعب للنادي العربي الرياضي. شارك جاسم ذياب مع منتخب الكويت في الكثير من البطولات والمشاركات الدولية منذ عام 1972 وحتى عام 1981، وأهمها أولمبياد موسكو. كما شارك في العديد من البطولات العربية والدولية، وعين جاسم شهاب كعضو للجنة الاستشارية لبطولة كأس العالم في قطر، كما عين عضوا لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وأمين سر مساعد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وأمين سر مساعد منذ عام 1992 وحتى إيقاف الرياضة الكويتية. كما شارك مع منتخب الكويت للمدارس في كرة اليد في العديد من المشاركات العربية المدرسية في لبنان ومصر وإيران ويوغوسلافيا، وتم انتخابه عضوا لمجلس إدارة النادي العربي في عام 1988، وعين مديرا للمنتخبات الوطنية لكرة اليد منذ عام 1982 حتى عام 2009، كما كان عضوا للجنة التدريب بالاتحاد الدولي لكرة اليد والمدير الفني للاتحاد الآسيوي لكرة اليد. بعد اعتزال جاسم ذياب في عام 1982 عمل في تلفزيون دولة الكويت كمعلق لكرة اليد، وتم الاستعانة به للتعليق لتلفزيون الكاس في قطر، وعلق على نهائيات كاس سمو أمير قطر لكرة اليد وكذلك بعض مباريات الدوري القطري، وعمل كمعلق في تلفزيون لبنان ببطولة آسيا للمنتخبات، وكتب العديد من المقالات الرياضية بجريدة الوطن. بدايتي للرياضة كانت بالنادي العربي وكان عمري تقريبا 16 سنة. انضمامي للنادي العربي سببه أن بيتنا كان بجانب النادي العربي في منطقة الدسمة، وبالتالي كنت يوميا أحضر تمارين كرة القدم بالنادي بالدسمة، وبالتالي كانوا لاعبين كرة القدم عبد الرحمن دولة، رشدان، مرزوق سعيد، كل هالنجوم هذه كنت أنا يعني معجب فيهم وأحبهم وأتابعهم وحضر مبارياتهم، فبالتالي كنت يوميا أحضر التدريب. في إحدى المرات وأنا طالع مسكني يوسف سليم كابتن منتخب السلة واللاعب الكبير، وقال لي ليش ما تنضم ويانا بكرة السلة بالنادي العربي؟ طبعا النادي العربي قلعة كبيرة وكل واحد تشرف إنه ينضم لهذه القلعة. وافقت على طول، وفي نفس اللحظة أعطاني الملابس كاملة، يعني ملابس اللاعب كاملة تكرم من الأحذية لقاية الدركسوت. واليوم الثاني حضرت حقيقة، حضرت 5 تمارين أذكرهم وبعدين انقطعت. ليش؟ أنا كنت أطالع كرة القدم، رجعت أطالع كرة القدم، فخلف ملعب كرة القدم ملعب كرة اليد. وانا طالع هم مره من بعد تمرين كره القدم مسكني الاستاذ غريب مرزوق وكان احد لاعبي النادي العربي، وقال لي انت ايش تلعب؟ قلت له والله انا العب كره سله عندكم. فقال لي ليش ما تنضم لكره اليد؟ الحقيقه انا كنت يعني معجب بكره اليد، لا قاعد اشوف روحهم عاليه، في محبه بينهم، تمرينهم في شده وفي يعني تسليه. فقلت له ما عندي مانع، انا هم احب. من ذاك اليوم هم نفس العملية، كان النادي العربي كريم في أعطاني الملابس كلها. ثاني يوم حضرت النادي العربي واستمريت في التمرين لغاية ما اعتزلت. حصل مشكلة بسيطة في هذا، أنه في يوم من الأيام وأنا طالع مسكني الكابتن يوسف سليم قال لي أنت لاعب سلة وينك؟ فقلت له لا والله أنا رحت كرة اليد. أذكر كلمته قال ما دام تلعب بالنادي العربي وين ما تلعب أنت محسوب على النادي العربي، وعقب استمريت لاعب كرة اليد بالنادي العربي. اللي لعبوا معاي طبعا كانوا، انا كنت بالنسبه لهم ناشئ عمالقه، يعني ابي اذكر منهم المرحوم منصور مرزوق، اسامه حسين، قاضي قانم، مرزوق سعيد، مساعد ادريس، اسماء كثيره، خلف ادريس، كلها اسماء، احمد عبود، يعني اسماء كثيره رابعت واستفدت منهم كثير كثير، حسن جابر كان بس في سني، حسن جابر، محمد الخضري، كلها اسماء كبيره الحقيقه. عام 82 كانت بطولة كأس العالم في ألمانيا، وكنت أنا أحد نجوم يعني أحد لاعبي المنتخب. صارت لي ظروف خاصة، حبيت أعتذر عن المنتخب،
يعني لأن ما أقدر أسافر وياهم، لكن حبيت أستمر سنتين بالنادي العربي لأن عندي القدرة وأنا لاعب منتخب. طبعا رفض الاتحاد الكويتي إلا أنك أني أشارك مع البطولة، ما عندي القدرة كانت أني أشارك لأن ظروفي كانت صعبة. قررت في وقتها اعتزال اللعب لأن قالوا إذا تلعب بالعربي لازم تلعب ولا يوقفوني، فكنت بين حانة وموانة. قررت الاعتزال 82 بعد عودة منتخب الكويت من ألمانيا، والحقيقة بأمانة أقولها أن أنا يعني قلطة كبيرة أنه أنا اعتذرت عن بطولة العالم، لأن هذه بالسيفي يسجل لك أن أنت شاركت بطولة العالم. لذلك أكرر وأنبه وأدعو كل لاعبي كرة اليد وكل الألعاب، إذا كانت عندك بطولة عالمية لا تبتعد عنها مهما كانت الظروف، لكن قدر الله ما شاء فعل. بالتالي أنا اعتزلت أمام نادي القادسية مباراة اعتزالي، كان رئيس النادي شيخ نايف جابر الأحمد رحمه الله واسكن فسيح جناته، كان لاعب قدم طبعا الكل يعرفه، بعدها انتقل إلى الإدارة وصار رئيس النادي. كان السيد خالد الحربان في فترات رئيس الاتحاد، لكن في هذه الفترة اللي اعتزلت فيها كان أمين سر النادي العربي. رحت لهم قلت لهم هذا، طبعا الحقيقة كلهم ما قصروا، قالوا تبي فريق خارجي أو فريق داخلي؟ قلت له القادسية طبعا بجمهور القادسية، وهذا يمكن يجي فريق خارجي ما يحضر جمهور. لعب تمام القادسية بكل نجومه، مباراة كانت ممتعة، النادي العربي ياب أكثر من لاعب انضم معاه في هذا الاعتزال، منهم الشيخ سالم الفهد لا رئيس الاتحاد سابق ورئيس نادي السالمية رحمه الله، وكذلك نجوم كبيرة الحلو فرهود لاعب نادي النصر رحمة الله عليه، والله مجموعة كبيرة يعني أمير عبد الرضا أعتقد من نادي الكويت، مساعد الرندي من نادي الكويت، يعني كوكب النجوم لعبوا معانا، فكان هو مهرجان أكثر منه. والحقيقة أنا في اعتزالي أعتقد أني خذيت حقي بالاعتزال من الصحافة، من الإعلام، من كل أجهزة الإعلام. أنا كلاعب وانتهيت باللعب أخذت يعني حتى شكرت الإعلام أنه أنا يمكن أكثر لاعب أخذ الصفة الإعلامية من الإعلام الكويتي. طبعا انا بعد اعتزالي ومثل ما قلت في البدايه انا اعتزلت لان ما اقدر اسافر، هذه يعني نكته او مصيبه. انا اعتزلت شهرين او ثلاثه، اتصل فيني رئيس الاتحاد وقتها كان مهلي فرهود رحمه الله عليه، رئيس الاتحاد من نادي النصر وشقيق الحلو فرهود وشاكر فرهود، وقال لي ابيك بالاتحاد. قلت له ان شاء الله هيك كان يقول لي ابيك تصير مدير المنتخبات. قلت له أنا موخر عن اللعبة كلاعب، تجيبني بشغلة أكثر يعني أنا مسؤول عن المنتخبات كلها. قال ما كله أنت وأنا طالبك إن هذا. طبعا أنا أكو أشخاص لهم في القلب مكانه، يعني خاصة رياضيين أول تاريخ، لما هو من اللي ربوك، فأنت يعني صعبة يعني تعتذر أو تبدي اعتذارك. فقلت له إن شاء الله شو اللي تبي؟ قال أبيك تطلع مع الفريق في معسكرك كنا في رومانيا. فقلت له حاضر. طلعنا في هذه أول بطولة أعتقد، طلعت معسكر في كمدير منتخبات، ومن 82 لمدة 28 سنة أنا مدير منتخبات الكويت لكرة اليد. أعتقد إذا ماني غلطان أنا أكثر مدير منتخب بالعالم مسك منتخبات 28 سنة، والحمد لله هذه الفترة تخللها الكثير من النجاحات والإنجازات لكرة اليد الكويتية. بالمناسبة وأنا طبعا بعد ما تركت اتحاد كرة اليد اتجهت إلى الاتحاد الآسيوي، الاتحاد كمدير فني للاتحاد الآسيوي. الاتحاد الآسيوي الحقيقة رشحت بصفتي لاعب سابق ومدرب في نفس الوقت فترة معينة، يعني نسيت أقول لكم بعد اعتزالي مباشرة أسند لي تدريب النادي العربي مع الكابتن غريب مرزوق إدارة النادي العربي، وكانت مدة شهرين. الحقيقة في هذه أخذنا كأس الاتحاد في هذه البطولة، لكن عرفت التدريب وعرفت التعب والأمراض اللي تيك كمدرب غير كلاعب. لذلك بعد هذه المباراة قدمت اعتذاري للشيخ نايف، قال لي لا كمل. قلت له لا أبدا ما راح أكمل كمدرب. رحت عاد الاتحاد، وبعدها من الاتحاد الآسيوي صرت عضو بلجنة التدريب
بالاتحاد الدولي، وكان رئيسها السيد ناصر بومرزوق رئيس الاتحاد الكويتي ولاعب نادي كاظم السابق والمنتخب الوطني، وكانت اللجنة من أعضاء من ألمانيا ويوغوسلافيا والسويد وأنا ومن البحرين. كانت لجنة قوية الحقيقة، نظمنا العديد من الدراسات على مستوى العالم، حضرنا العديد من البطولات للاتحاد الدولي. كانت فترة حقيقة مميزة انضمامي في لجنة التدريب بالاتحاد الدولي. بالنسبة للتعليق بعد، وأنا وقتها كنت مدير منتخبات الوطنية الحقيقة، عرض علي، كان المعلق الوحيد كان وقتها أستاذ حسين مكي الحمود اللي كان مدرب قلت لكم في النادي العربي، وبعدين تجل التعليق وهو من أميز المعلقين حقيقة. أنا يعني كان هو مثلي الأعلى، كنت أستمتع وأنا فيني يعني رغبة السوالف هذه عن اللعبة وعندي خبرتي باللعبة كلاعب. عرضوا علي ومنهم أستاذ حسين مكي، قال لي في ما في معلقين ويانا تصير، وهذا أبديت يعني استعدادي. كانت أول مباراة لي هي مباراة منتخب الكويت للشباب ومنتخب كوريا، هذه المباراة كانت بتصفيات كأس العالم للشباب، كنا نلعب مبارتين، حصل فيها مشاكل هذه اللعبة لا تسوي في مجال ذكرها، لكن الحقيقة لعب منتخب الكويت مباريات مبارتين قمة في الروعة، كذلك منتخب الكوري كانت المباراة على مستوى عالي، عطتني الأدفانتج أن أنا أبتدي يعني أخذ راحتي بالتعليق، وساعدني طبعا حتى تكون بصوره، ساعدني اسماء المنتخب الكوري كلهم كيم بونغ هونغ، فكنت حتى لا ما اعرف الاسم لاعب اعطيه اسم ومشت. ومن بعدها الحقيقه استمريت، كان معانا رحمه الله عليه الكابتن هادي المزيدي، وكان صلاح سويدان من المدربين في ذيك الفتره، احنا كنا اربعه والحمد لله يعني ما زلت حتى الان انا مستمر في التعليق. طبعا اثناء تعليقي في تلفزيون الكويت الحقيقه الاخوان في قطر ووزاره الاعلام استدعوني، يطلبوا مني اعلق على بطوله نهائي كاس الامير، والحقيقه وافقت ووصلت هناك وكان استقبالي جيد وعلقت هذه المباراه، وكانت مباراه رائعه، كانت اعتقد بين السد والريان، وكانت مباراه ممتعه وكان فيها لاعبين محترفين وحضور يعني غير طبيعي. المباراه أعطاني الأدفانتج وعطاني روح أن أبتدي يعني أبدع في هذه المباراة. حضرت أكثر من بطولة بالنسبة للإعلام القطري، القنوات القطرية حضرت أكثر من بطولة وبطولات آسيوية علقت عليها. بالمقابل كذلك علقت في لبنان بطولة آسيا، تلفزيون لبناني استدعاني أنا ومعلق مصري، أدرنا هذه البطولة كتعليق للقنوات، و استمرينا من ذاك الفترة من ذيك الفترة لغاية هاي الفترة. بالنسبة طبعا احنا قدمنا الكثير لكرة اليد وللرياضة الكويتية. انا بالنسبة لي قدمت كعضو مجلس إدارة بالنادي العربي، وقدمت كعضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية الكويتية 6 دورات من بعد التحرير، كان برئاسة اللجنة الأولمبية الشيخ أحمد فهد الأحمد صباح، والفترة الثانية كان الشيخ طلال فهد الأحمد صباح هم رؤساء اللجنة، والحمد لله تشرفت معاهم في إدارة هذه اللجنة، والسيد عبيد العنزي أمين السر العام. طبعا إذا أحب أقول شيء بالنسبة للرياضة عامة ورجال الرياضة، حبوا بعض، خلوا الكويت هدفكم، لا ابتعدوا عن القيل والقال، والكويت هدفنا، اشتغل للكويت، هدفك الكويت، إن كنت لاعب، إن كنت إداري، إن كنت مدرب، الكويت تستحق منا الكثير. وأنا دائما أكرره، مهما قدمنا للكويت كلنا في أي مجال، حتى الإخوان اللي معاي الآن يقودون هذا النقل، مهما قدمنا للكويت نظل مقصرين، عطتنا الكثير، لذلك لازم نكون أوفياء. إحنا دائما نقول للاعبين، أنتوا جنود عسكريين حرب، لكن حرب بروح رياضية، لذلك أتمنى إن شاء الله أن تنتهي الإشكالات بالكويت، وأتمنى ترد روحنا
الترابط بيننا والحب بيننا وحب الكويت الهدف الأساسي لتعود رياضة الكويتية عامة إلى سابق عهدها.